الدعم السريع يسيطر على 4 ولايات من دارفور، لكن رغم ذلك الفاشر لم تسقط، وهناك إصرار شديد من الجيش السوداني على أن يحافظ على الفاشر. ما هي الأهمية بالنسبة لكم الفاشر رغم أن 4 مدن أخرى من الإقليم سقطت في يد الدعم السريع؟ هي جات تعليمات انه ينقلوا الحرب الأهم بدل بابنوسا والأبيض، هم يسقطوا الفاشر، جات من ابو ظبي تحديدا. ايضا الفرنسيين تحدثوا كثيرا عن ضرورة وجود وطن لعرب الشتات في غرب افريقيا. هذا الوطن هو يكون دارفور. هذا الوطن على حساب من؟ على حساب السكان السودانيين الاصليين اصحاب الارض. ده كل هذه المعطيات ادت بتوجيهات معينه قوات الدعم السريع ان هي تحشد اكبر قوات ممكنه للدخول للفاشيس لاعلان الوطن لعرب الشتات. نحن سنقاتل لو سقطت الفاشل او لم تسقط. القوات هناك ما شاء الله متماسكه، معنويات عاليه، وانا احييها، احيي القوات، احيي القوات المشتركه، احيي رجال ونساء الفاشل ابو زكريا لوقفتهم الصلبه لقتالهم الشرس في سبيل حماية عاصمة الإقليم حقهم. لكن لا قدر الله إذا حدث أي شيء نحن سنقاتل حتى نصل الجنينة، لن نترك شبر من أرض السودان لعرب الشتات إطلاقاً.